السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن برنامجها واستكمال برنامج إعادة التوطين بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوطين عدد من ما يعرف بلاجئين الحصة، لأن اللاجئين بتم إحضارهم عن طريق الأمم المتحدة. طبعا الحكومة السويدية كانت قررت في وقت سابق أنه الحد الأعلى أو الأقصى لاستقبال هاي النسبة من اللاجئين هي 900 شخص خلال عام 2023، وبحسب مصلحة الهجرة السويدية فرح يكون هناك 400 شخص كان عندهم أو تم اختيارهم سابقا رح يوصلوا على السويد هاي السنة، وهدول الأشخاص كان تم اختيارهم من خلال برنامج إعادة التوطين خلال العوام 2021 و2022. أما الآن باقي 500 شخص رح يتم اختيارهم في وقت لاحق. رح تكون النسبة الأكبر من هؤلاء الأشخاص هني من اللاجئين السوريين المتواجدين بلبنان والعراق بمعدل 350 شخص، بالإضافة إلى 100 شخص من اللاجئين الكونغوليين المتواجدين حاليا بدولة أوغندا، و50 شخص من جنسيات مختلفة. وبحسب مصلحة الهجرة السويدية رح تكون الأغلبية من هذه الفئة من اللاجئين رح تم إعادة توطينهم هني من النساء والفتيات وأيضا من الفئات الضعيفة بالمجتمع، بالإضافة إلى المثليين الجنسيين. وأيضا رح يتم الاعتماد على العديد من المعايير، منها التعليم والكفاءات، بالإضافة إلى القيم اللي تتناسب مع المجتمع السويدي وتسهل الاندماج على هؤلاء اللاجئين بالمجتمع السويدي. هيك وصلنا لختام هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.